فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول هل يجوز، سائل من خارج هذه البلاد، يقول هل يجوز لنا أن نقيم المحاضرات والدروس في مساجد أهل، سائل من خارج هذه البلاد يقول هل يجوز لنا أن نقيم المحاضرات والدروس في مساجد أهل البدع ونترك مساجد أهل السنة؟ لا، أقيموها في مساجد أهل السنة، وسيأتيكم من يريد الخير يأتيكم في مساجد أهل السنة. نعم، لأنكم إذا أقمتموها في المساجد اللي فيها بدع كن هذا تشجيعا لهم على ذلك، ويحتجون بكم إنكم تأتون، فيحتجون بكم على جواز بدعهم. نعم.